ثالث الإحسان مع الخلق، وأعظم الإحسان مع الخلق أن تزيل عنه جهلا وأن ترفع عنه جهلا وأن تجره إلى ربه جل في علاه، هذا أعظم الإحسان. لذلك صدقة العلم فوق صدقة المال بمراتب وبمراحل عند الله جل في علاه، تزكو وتتنامى وتبقى إلى يوم القيامة وتبقى إلى يوم القيامة. فالإحسان للغير بقضاء الحاجات وسد الخلات وتفريج الكروبات وكما قلت رفع الجهالات. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بإيجاز هذا الذي يستجلب معية الله، هذا المكلف الفقيه اللبيب القريب علم أن بالتقوى التي هي سبيل الإحسان ثم درجات الإحسان يستجلب معية الله، والنتيجة صار عبدا موفقا مسددا منصورا، يعني كان في الدنيا موفقا على طاعة، وينتقل من طاعة إلى طاعة، وعندما يعني عندما تزل القدم عند التجاوز عند التعدي سرعة الفيئة والتوبة والأوبة، ولو ألف مرة ولو آلاف ولو مليارات على عدد الناس، ما دام الله يلهمه التوبة فلا يسقط، ما دام الله يلهمه التوبة وأنه يتبع السيئة بالحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، السر بالسر، إذا أسأت فأحسن، في الرواية الأخرى إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال رجل: يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أعظم الحسنات. تخيل كل معصية تقع فيها إن قلت بعدها وفقت، وفقت إن قلت بعدها لا إله إلا الله وفقك الله لمحو هذه المعصية. فإن كنت كذلك فقد استجلبت معية الله، فكنت موفقا مسددا منصورا، وعند الممات فإن الله يختم لك بالصالحات. والأعمال بالخواتيم، وكما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل فيما يبدو للناس. القلوب حاكمة. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، والله يعلم دسيسة القلب. قال: فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب لعلم الله بقلبه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له به فيدخل النار. وإن رجل لا يعمل بعمل أهل النار غلبته شهوته والله يعذره، يتنكى بالصراط وقلبه يدمع ويدمع العين ويريد أن يكون لله، ويعلم الله من قلبه الصدق كما سبق في أول الحلقات، وبينا على الرجل الذي قتل 100 نفس، 100 نفس لكنه كان صادق التوبة، فمآله صار للجنة.